في القرن الرابع كانت لسه في جيوب لل مش جيوب بقى لا كان في مراكز كتيره للعباده المصريه القديمه، فكان لابد من ترسيخ التوجه الجديد بالفكر الجديد بالعقيده الجديده المسيحيه بقصه قويه جدا تمهد للسيطره المطلقه للمسيحيه وللكنيسه. وما كانش في اقوى من قصه زياره العائله المقدسه الى مصر لفرض هذه السيطره، يعني ثلاث حكماء من الوثنيين هم من يبشروا بولاد المسيح. من فين حكماء اليهود؟ النبع بتاع الارثولوجي اليهودي كان من الحضاره السومريه والحضاره الزرادشتيه مش مصر القديمه، يعني الاشتباك مع مصر القديمه اشتباك مزيف اشتباك غير حقيقي. طيب موسى راح مصر وطلع بشعب اسرائيل، طب ما دخلوا صبي وطلعوا اسرائيل من مصر، يبقى لازم يخش مصر. النهاردة هنتكلم عن زيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، إلى أرض مصر التاريخية طبعا. انتوا كلكم عارفين طبعا أن أنا مهتم بالتاريخ وخاصة تاريخ مصر القديم. تاريخ مصر القديم يعني في كتير من الأحيان بيتشابك مع، مش هقول التاريخ التوراتي، إنما بيتشابك مع القصص التوراتي. من أشهر القصص التوراتي اللي بتتشابك مع تاريخ مصر القديم هي قصة الخروج، خروج بني إسرائيل المعروفة باسم قصة موسى وفرعون. التشابك الثاني الأشهر بقى بعد هذه القصة قصة الخروج، طبعا في تشابكات أخرى يعني زي مثلا قصة يوسف، دخول يوسف إلى مصر وبيع يوسف كعبد لحد ما وصل إلى مرتبة عالية في الحكم يعني. بعد قصة يوسف بتيجي القصة الأشهر بقى في العهد الجديد اللي هو دخول العائلة المقدسة إلى مصر أو زيارة العائلة المقدسة إلى مصر، هو مشهورة بكلمة زيارة العائلة المقدسة إلى مصر. أنا لازم أقف عند هذه القصة اللي هي تتشابك مع تاريخ مصر القديم. أنا عايز بس أنبه وديسكليمر صغير إن أنا في بحثي أو في دراستي أو في تحليلي مش بتعرض للقيمة الدينية أو الروحية لقصة زيارة العائلة المقدسة إلى مصر، لأن القصة دي يعني من أحد دواعي الفخر والإعزاز لكل الشعب المسيحي حتى برا، ولكن بالأخص وبصراحة هو يعني مش من دواعي الفخر لأي مسيحي، لا ده لأي مسلم كمان مصري، يعني لما يعرف أن العائلة المقدسة مقدسة اليمين، يعني احنا بنقصد مين؟ بنقصد السيد المسيح عليه السلام وهو صبي لسه رضيع لسه مولود مع أمه السيدة العذراء ويرافقهم يوسف النجار اللي هو كان بيرعاهما الاثنين. أنا عايز بس أتكلم عن التوقيت بتاع القصة دي. يعني ايه التوقيت؟ التوقيت بتاع قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر توقيت حرج جدا وهام جدا لأي دارس تاريخ قديم أو حديث. بمعنى إيه؟ أنا عايز بس ألفت نظركم فترات الانتقال، يعني الفترات اللي بيبقى فيها انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من حقبة إلى حقبة، المرحلة اللي فيها تصارع لقوة سياسية وعسكرية في المقام الأول، سياسية وعسكرية اللي بتخلق واقع جديد بتوجهات جديدة بفكر جديد بدين جديد، هي دي الفترة الحرجة اللي أي دارس للتاريخ لما يقف عندها بتبقى فترة دسمة. ليه بقى؟ لأن هي الفترة اللي بتكتب تاريخ جديد، بتكتب صفحة وفصل جديد من فصول التاريخ لأي منطقة. لما نتكلم عن دخول المسيحية في مصر القديمة، دخول المسيحية يعني دولة زي مصر، الدولة المصرية القديمة، المملكة المصرية القديمة، مملكة تعتبر من أطول فترات الاستقرار السياسي والاجتماعي والديني والروحي على مستوى العالم القديم على الإطلاق. لما يبقى في مرحلة انتقال وقوة جديدة وتتصارع هذه القوة ويتم الغلبة لقوة ما، فلنفرض مثلا ان الفترة بتاعت الرومان، دخول الرومان والبطالمة الى مصر، مع ان البطالمة ما لعبوش كتير في الميثولوجي المصري او في الحياة الروحية المصرية، الرومان قوة عسكرية قوية جدا، ابتدت القوة دي تتغلب على التراث القديم والدولة المصرية القديمة وتفرض واقع جديد بفكر جديد بتوجه جديد بديانة جديدة. مسيحية في مصر محدش يقول لك بس المسيحية ابتدت على يد مثلا القديس مرقس وفي القرن الاول، يعني من القرن الاول الناس كلها كانت من المسيحية في مصر، لا ما حصلش. الديانة المصرية اللي قعدت 5000 سنة عايزة تخلص على على على, على 50 سنة، ده خدوا 400 300 سنة عشان يبتدوا جيل بعد جيل بعد جيل يبتدي يحتضن المسيحية. يعني احنا النهارده بنتكلم على زيارة العائلة المقدسة إلى مصر، القصة دي كلها قصة زيارة العائلة المقدسة إلى مصر تم ترويجها امتى؟ آخر القرن الرابع، ده لسه بداية تأليفها، إنما ثبوتها في الأذهان
ثبوتها في الوجدان بتاع الشعب المصري والعالمي في الكنائس كلها ما ترسخش إلا في القرن العاشر الميلادي. شوف قد ايه ببطء، يعني مش بعيدة قوي. القرن الرابع الميلادي والطفل كان في القرن الأول المسيح. طب ليه الأربع قرون دي؟ دي هنجيله في آخر الحلقة. إنما إيه أهمية إن أنا أقول القرن الرابع؟ لأن مصر في آخر القرن الرابع كانت ابتدت تستقر، وابتدت السيطرة فيها تروح للمسيحية. كان لسه معظم البلاد أو معظم المناطق في مصر من اسكندرية لحد أسوان تحت كانت فيه مراكز للعبادة المصرية القديمة، وده شيء كان بيؤرق الكنيسة المصرية، الكنيسة القبطية، وهي من أوائل وأمهات الكنائس العالمية. فكان لابد من ترسيخ التوجه الجديد بالفكر الجديد بالعقيدة الجديدة المسيحية بقصة قوية جدا تمهد للسيطرة المطلقة للمسيحية وللكنيسة. وما كانش فيه أقوى من قصة زيارة العائلة المقدسة إلى مصر لفرض هذه السيطرة، طيب إيه المصدر الديني لهذه القصة؟ إيه المصدر؟ عندنا مصادر دينية مش تاريخية. المصدر الديني الأشهر هو ما جاء ذكره في إنجيل متى أو ماثيو. طب لوقا ومتى هما الاثنين يعني تطرقوا لموضوع ميلاد المسيح، ولكن هنلاقي تناقض غريب بين لوق أو لوقا وبين متى. إيه التناقض ده؟ إن متى قال وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. ده متى الأصحاح الثاني. الحكاية بتقول إيه؟ بتقول إن كان بلاد اليهودية بيحكمها ملك اسمه هيرود أو هيرودس. هيرود ده كان منصبه في الحكم هما الإمبراطورية الرومانية الرومان، فكان ولاؤه كان للرومان، يعني حتى في شك في انتماءاته اليهودية. يطلق عليه هيرودس أو هيرود الكبير. القصة بتاعت متى بتقول إن في لما ابتدى بشاير المسيح ولادة المسيح تبان في الأفق، بانت لمين بقى؟ بانت لحكماء من المجوس. جم ثلاثة من المجوس، حكماء المجوس، عشان يدوروا على هذا الصبي، لأن هم جالت لهم نبوءة كده عن طريق الفلك، ادتهم إشارة إن الصبي المسيح على وشك أن يولد. فراحوا لبلاد اليهودية يقال في فلسطين. فلما سمع الملك هيرودس ان في ثلاثة من الحكماء المجوس جم عشان القصة دي خاف قلق، لانه عارف طبعا النبوءات دي، يعني النبوءة بتقول ان الصبي مش هيتولد مسيح، ده هيتولد ملك اليهود. ملك اليهود هو ملك، طبعا ده شيء يقلقه. فطلبهم عشان يشوفهم، قال لهم انتوا جايين تعملوا ايه؟ قالوا له احنا عندنا اشارات بتقول ان ملك اليهود الجديد، ان المسيح المنتظر يعني على وشك انه يولد. الراجل طبعا استشاط غضبا، بس هو راح كتم غضبه ومخبيه عليهم. قال لهم طب دوروا عليه وقابلوه وطمنوني، وتبقوا طمنوني. طبعا عايز يجري وراهم عشان لما يشوف الصبي يخلص القصة، يعني يقضي عليه، يهلكه، يقتله. المجوس الثلاثة، حكماء المجوس الثلاثة، عندهم سحابة كده ماشية معهم، سحابة بنت حلال، وقفت فدلتهم على مكان السيدة مريم والطفل. شافوا الطفل وباركوه، وكانوا معاهم هدايا من اللبان والمر والذهب. أنا بس عايز أقف هنا في عجالة، مش هطلع عن الموضوع، بس في عجالة مهمة قوي لأي دارس. ازاي نبوءة ميلاد المسيح تنكشف الى كهنة وحكماء مجوس؟ مجوس يعني ايه؟ يعني من بلاد ما وراء الرافدين، يعني من بلاد التي تؤمن بعقيدة الزرادشتية. طب ازاي العقيدة الزرادشتية هي اللي تبقى مسؤولة عن تتبع ميلاد المسيح؟ ألم يكن من الأقدر ان يبقى ثلاث حكماء من انبياء اليهود اللي هم منتظرين المسيح؟ على اعتبار ان التوراة كتاب يعج حتى تمتي أبيه، ها، من الغلاف إلى الغلاف بالأنبياء. يعني ما عندهمش نقص، ما عندهمش شورتج في الموضوع ده، عندهم أنبياء كتير، عندهم حكماء كتير. يعني ثلاث حكماء من الوثنيين هم من يبشروا بميلاد المسيح. من فين حكماء اليهود؟ دي محيرة ليا كدارس، ولكن برضو مش محيرة لدرجة، لأن أنا عايز أقول إن الديانة الإبراهيمية أو الديانات الإبراهيمية عامة لها علاقة تاريخية وميثولوجية قوية جدا بثقافة وحضارة وديانة بلاد النهرين وما بعدها، بلاد ما بين النهرين، ذكر الفرات وما بعدها، اللي هي بلاد فارس، الحضارة الزرادشتية والحضارة السومرية. كل الميثولوجي اليهودي مستقى من أيام الفيضان بتاع نوح، له مثيله في الحضارة السومرية. الميثولوجي اليهودي وقصص الخلق اليهودية لها المتوازي البارلز، يعني هي حكايات الموازية.
الثقافة والميثولوجي والتاريخ السومري إلى بداية ظهور المسيح، هذا التأثير لم يمت، ما قدرش وقف. كان التبشير والبحث عن ميلاد المسيح عن طريق ثلاثة من المجوس التابعين لحضارة وثقافة وديانة زرادشتية. دي بالنسبة لي أنا كدارس ليه يعني علامة استفهام، ولكنها تجيب على يعني أو تؤيد بعض فرضياتي إن الديانات الإبراهيمية ليها علاقة وثيقة، وثيقة الصلة بالحضارة بتاعت بلاد ما بين النهرين من منذ قدم الحضارة السومرية والبابلية. البابلية كتب فيها التوراة، وبلاد ما بين النهرين زرادشتية أكتر من علاقتها بمصر القديمة. عايزين بس نقف عن الموضوع دي، يعني علاقة اليهودية الثقافية والتاريخية، النبع بتاع الميثولوجي اليهودي كان من الحضارة السومرية والحضارة الزرادشتية، مش مصر القديمة. يعني الاشتباك مع مصر القديمة اشتباك مزيف، اشتباك غير حقيقي، لأن تاريخ مصر القديمة لم يشتبك مع تاريخ بني إسرائيل ولا التاريخ التوراتي بأي شكل من الأشكال. بيرجعوا تاني لهيرودس، وبعد ما بيدوا الهدايا، على فكرة الهدايا عبارة عن إيه؟ عن مر، قصدي المر واللبان، هدايا كلها بتعود إلى منطقة يعني منبعها اللبان والبخور والذهب، دي كلها بتاعة اليمن والقرن الإفريقي. يعني احنا بنتكلم على انتمائهم التجاري والاقتصادي، يعني جايين من ناحية اليمن. ما علينا، هم بيدركوا ان هيرودس ده يعني الراجل ده ناوي على شر، هيؤذي الصبي المسيح المولود، فبيمتنعوا على ان هم يقولوا له هو فين. فلما هو عرف ان هو اتولد والتانيين مش متعاونين، راح اصدر قرار ان كل الاطفال يعدموا، يقتلوا، يتم قد دي بقى اللي سموها في الدراسات التوراتية او الانجيلية المذبحة الابرياء، مذبحة الابرياء الاطفال، المذبحة اللي امر بها مين بقى؟ هيرودس. كل طفل يولد من سنتين الى دون سنتين يتم قتله. وصل الخبر للسيدة مريم ويوسف النجار، خافوا طبعا على الصبي، جالهم ملاك، ما جاش بقى للسيدة مريم، لا جال يوسف النجار في رؤية كده، قال له قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر، وكون هناك حتى يعني خليك هناك حتى اقول لك، لان ليه بقى؟ عشان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي لاهلك. طيب ده بس الموضوع، دي الإشارة الوحيدة إلى زيارة، مش زيارة بقى، يعني لو احنا احتكمنا إلى الترجمة الحرفية لما جاء في إنجيل ماثيو أو متى، هتبقى مش زيارة، هي هروب العائلة المقدسة إلى مصر. لأن كلمة زيارة العائلة المقدسة لمصر ده المسمى، ده المسمى بتاع الكنيسة القبطية المصرية، ده هنجيله في الحلقة الجديدة التانية إن شاء الله. إنما برضو خلينا أكمل، يعني هو ليه طبعا انجيل لوقا ما ذكرش الموضوع المصري ده خالص، يعني لوقا ما ذكرش ان العائله المقدسه راحت لمصر، هو ذكر الميلاد بس ما ذكرش الموضوع ده، اللي ذكره الوحيد هو متى. فالتناقض في وخاصه ان انجيل لوقا بيقول ايه؟ بيقول ان هم راحوا المعبد في اورشليم ورجعوا تاني مكانهم للناصره، ما قالش حاجه عن مصر، ده انجيل لوقا. فهنا دارسين العهد الجديد او الانجيل او دراسات الانجيليه، تناقض دوت بيسقط الرواية وممكن يشير إليها بأنها مفبركة، يعني زي ما يكون مثلا وكيل نيابة بيبتدي ياخد أقوال اتنين من الشهود وتلاقي الاتنين أقواله متناقضة، على طول بيطلع متهم براءة، بتسقط القضية، بتسقط لتناقض الشهود، الشهود بيتكلموا يعني بيكلموا بعدم تطابق، في تناقض في الرواية، يعني كلام المتهم حاجة وكلام الشاهد ده حاجة وكلام الشاهد ده حاجة، ده هنا في فبركة، في فبركة أنا ما قبلهاش أنا كوكيل نيابة. ما بالك بقى بدارس للتوراة ودارس للإنجيل، لما يلاقي إن إنجيل لوقا ما بيجيبش سيرة وبيقول إن هم راحوا المعبد ورجعوا، وبعدين إنجيل متى يقول لك لا ده ما راحوش المعبد، ده راحوا هربوا مصر ورجعوا، يبقى القصة دي كلها ممكن ألغيها أو إنها مفبركة. ده مش حسب تفسيري أنا، لا أنا بقول لكم التفسير الدارسين الإنجيل، أنا مش بقول كده، لا هم بيسقطوا هذه القصة وبيقولوا إنها مفبركة اعتمادا على التناقض اللي ما بين ما جاء في لوقا وفي إنجيل متى. طب ليه متى؟ سؤال مهم اللي هنختم بيه الحلقه، ليه متى اصر ان العائله المقدسه تروح مصر؟ اولا كان لازم تروح مصر ليه؟ لان العهد القديم دراسات التوراتيه كلها بتقوم على حاجتين مهمين جدا، احنا ممكن نتكلم فيهم ساعات بس انا هلخصهم في دقيقتين، بتبقى قايمه على نبوءات، نبوءه تلي نبوءه، نبوءه بتتحقق ونبوءه تانية بتتحقق ونبوءه ثالثه بتتحقق مبنيه على النبوءه الاولى، يبقى نبوءات، في نبوءات. نمره 2 على حاجه اسمها تايبولوجي،
تايبولوجي يعني هو التطابق والتماثل في الروايات التوراتية. بمعنى يعني مثلا هنبتدي هنقول مثلا ليه انا مهتم بقصة الخروج، لان قصة الخروج بتاع بني اسرائيل من مصر دي اتبنى عليها تايبولوجي وتماثل في كل القصص التوراتية المهمة، يعني زي يوسف حتى المسيح. يعني لما نيجي مثلا ناخد التيمات الاساسية في قصة التوراة قصة الخروج، هتلاقي ان قصة هروب من طغيان فرعون من مصر واربعين سنة تيه، يبقى الكلام ده لازم يترجم بتايبولوجي بتطابق في العهد الجديد، يبني على العهد القديم على روايات شهيرة. طب يبني عليه ازاي؟ يبقى المسيح لازم يتيه ويطلع في الصحراء يحارب الشيطان كام يوم؟ 40 يوم زي صحراء سينا، مش 39، لا مش 5، لا مش 35، 40 يوم، 40 سنة يبقى 40 يوم. طيب موسى راح مصر وطلع بشعب اسرائيل، طب ما ندخله صبي وطلعه من اسرائيل من مصر، يبقى لازم يخش مصر. ده تفسير، ده مش تفسيري برضو، ده تفسير علماء دراسات الإنجيلية اللي بيقولوا ليه متى شز عن الرواية بتاعت لوقا وأصر ان العيلة المقدسة تخش مصر وبعدين تطلع بعد كم سنة. يعني دخلها مصر ليه وتأخرها؟ دخلها مصر عشان الرواية الأم خروج بني إسرائيل، ما لازم يخشوا عشان يطلع ويخلص زي ما دول خلص، زي ما ربنا خلص بني إسرائيل، هو دول رغل هيخلص العالم كله، يبقى لازم يخش مصر ويطلع منها هروبا من الطغيان. طغيان مين؟ فرعون؟ لا، طغيان هيرودس، هو برضو امبراطور طاغي. طب هل المصادر التاريخية بتقول ان هيرودس العظيم ان هو ابن ليه ابن اسمه هيرودس برضو كان طاغي وكان فعلا امر بمذبحة الاطفال؟ خالص نهائي، مفيش اي مصدر تاريخي بيقول ان الكلام ده حصل، مفيش ولا مصدر تاريخي بيقول ان هيرودس دوت امر بمذبحة الاطفال، لان ده الكلام ده كان لازم يتسجل. راجل قتل كل الاطفال اللي عندهم سنتين والى تحت سنتين، الكلام ده ما يعديش كده تاريخيا بدون ريكوردز، بدون سجلات. يبقى انت بتتكلم عن واحد بدون مصادر تاريخيه مظالم، وان هو قتل زي فرعون الاطفال وبعدين دخل العائله المقدسه مصر عشان يخرجها منها تاني عشان يعمل تايبولوجي، يحقق تايبولوجي، يحقق نبوءه. ده تفسير العلماء الكتابات التوراتيه والانجيليه عن ما فعله ماثيو في انجيله من قصه هروب العائله المقدسه الى مصر. والايه قلتها لكم، خلي بالك هيرودس مش ناوي يجيبها بر، هيقتل المسيح، هيقتل الطفل المسيح، اهرب مع امي الى مصر. طيب بس زيارة العائلة المقدسة مش كده بس، يعني مش اهرب وهنطلع، لا ده احنا عندنا زيارة، ده فيلم، ده راحوا 60,000 حتة وكرامات ومعجزات. ده قعدوا كام؟ ده قعدوا 3 سنين و5 شهور و3 ايام ومزارات اكتر من 20 مكان. طب مين اللي قال الكلام ده؟ بس كان مادة ما قالوش في الانجيل، مين اللي قال؟ مين حط خارطة الطريق دي؟ وازاي تم تأليفها؟ ده بقى اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله، لأن ده الجزء المهم، الجزء الثاني من قصة مش زيارة العائلة المقدسة لمصر، هروب اضطراري للعائلة اضطراري اللي كان لازم يخشوا مصر، هروب اضطراري للعائلة المقدسة إلى مصر. إلى اللقاء.